بلاد مراجلنا. طبعا احنا كنا طالعين مظاهرة بعنوان جمع ثوارنا الأبطال كفاهم تعذيبا بالسجون بسجون جيش الإسلام كشكل أولي وضروري ومهم ومبدئي. نحنا بدنا هالشباب اللي صفياني عندهم، بدنا يخلص الظلم. ليش؟ لأنه حمص درعة، عفوا حمص دارية المعظمية والوعر شو صفي الغوطة، الغوطة طالما فيها هالظلم راح تروح الغوطة. نحنا بدنا شبابنا. طبعا نحنا طلعنا نددنا بقوات احمد العبدوي اللي سلمت الطيار للنظام، لك يا زلمه خلوه عنكم يومين بس هيك شكلي يعني ما بدها شغله. طلعنا نددنا بالشركات يلي عم تمول للاسف الثروه السوريه وليست الثوره، لانه الثوره مو هدول زلمه، الثوره زلمه احرار للاسف صفيان في قوات. نحن اليوم طلعنا مظاهرة مشان أخواتنا المعتقلين يلي بجيش الإسلام، وتاني وحدة نحن كمان طلعنا المظاهرة هاي لأنكم يا هالقادات كل أكثر الطيارين يلي أبي نزلوا أبي سلموا للنظام. شو هالخيانة هاي؟ نحن بدنا قادات تكون بتخاف الله، ما ترد على الدولار، لا تركض ولا الدولار. نحن بدنا نفوت على الشام، بدنا نجيب رأس بشار الأسد وراس ايران وحزب الشيطان، وكل واحد بده يحكي عن الغوطة الشرقية والغربية. احنا باذن الله جايينك يا بشار الاسد. تكبير تكبير.